أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، مخصصة للحديث عن تقليص الأمم المتحدة عدد موظفيها في عدن عقب التصعيد الأمني هناك. حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن بعد سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على المدينة وانقلابه على الشرعية. وأعلن ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات إعلامية أعلن عن بدء تخفيض عدد موظفي المنظمة الأممية في العاصمة المؤقتة عدن إلى حين ضمان أداء مهامهم بشكل آمن كما في السابق. موقف أممي إزاء الأحداث في عدن بعد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الشرعية قد ينعكس سلبا على معيشة المواطنين في عدن والمناطق المحررة المعتمدين على برامج ومساعدات المنظمات الإنسانية والتي سينخفض مستواها بتخفيض عدد الموظفين الأمميين في عدن كما هو متوقع. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما دلالة تقليص عدد موظفي الأمم المتحدة في عدن بعد انقلاب الانتقال على الشرعية هناك؟ وما هي خيارات الشرعية للحفاظ على حضورها ومكانتها في المناطق المحررة وأمام المجتمع الدولي؟ نشاهد التقرير وإياكم ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. منذ تحرير العاصمة المؤقتة عدن من ميليشيا الحوثي وبدء عودة مؤسسات الدولة قبل نحو 4 سنوات، والحكومة الشرعية تطلق دعواتها للمنظمات الدولية وتضغط باتجاه ضرورة فتح مقرات لها في العاصمة المؤقتة بدلا من العمل من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. بعد الإلحاح الحكومي بدأت المنظمات بفتح مقرات لها ونقلت بعضا من أنشطتها إلى عدن بالتنسيق مع الشرعية، وهو مؤشر على استئناف عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة وبدء تطبيع الحياة لتمارس عدن دورها كعاصمة لليمنيين. غير أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن أعادتها إلى المربع الأول، أو ربما ألقت بها إلى المجهول. في تطور لافت وردا على انقلاب الميليشيا المدعومة من الإمارات على الشرعية في عدن، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية في عدن التي سيطر عليها الانتقالي، وشنت قوته حملات اقتحام لمؤسسات الدولة ومنازل قيادات الشرعية المدنية والعسكرية ونهبت محتوياتها. حملات أعادت إلى أذهان اليمنيين صور اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء ونهب مؤسسات الدولة ومنازل قيادات الشرعية. تخفيض عدد موظفي الأمم المتحدة بعدن بحسب المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجريك فإنه سيستمر إلى حين ضمان أداء مهامهم بشكل آمن كما في السابق. الخطوة الأممية اعتبرها مراقبون مؤشرا على تدهور الأوضاع الأمنية وارتفاع مستوى الخطر على حياة طواقم المنظمات والمدنيين في عدن، ورفضا لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات التي ستنعكس سلبا على معيشة المواطنين في عدن والمناطق المحررة. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي عمر بن هلابي. أهلا بك سيد بن هلابي. إذن بداية، ما هي دلالات تخفيض عدد الموظفين الأمميين في عدن بعد انقلاب الانتقال على الشرعية هناك؟ تحية لك ولمشاهدينا الكرام. حقيقة المنظمات الدولية دائما تحاول أن تخوض مغامرات محسوبة، ولكنها مغامرات جدا محسوبة بحساب سياسي وحساب أمني، تأمن وتضمن أمان وسلام موظفيها، ولذلك أي تهديد أو مخاطر تستجد تتخذ هناك بعض المواقع، سواء تخفيض هؤلاء الموظفين الأمميين أو حتى إيقاف العمل الأممي كامل. وللأسف ما حصل في عدن في الأيام الماضية عمل غير مبرر، عمل للأسف عادنا إلى الوراء سنوات. بعد ما كما ذكر التقرير الذي تفضلت من نشره الآن، فإن الحكومة الشرعية حاولت جهود وبذلت جهود كبيرة لإحضار المنظمات الدولية، بل وتبذل جهود كبيرة لإحضار حتى البعثات الدبلوماسية لتطبيع الحياة في المناطق المحررة وبالذات في العاصمة المؤقتة عدن. ولكن للأسف هناك قوة إقليمية وقوة داخلية لا يعجب هذا، ولها ترابطات خفية ربما حتى اتضحت من بعض التحركات الأخيرة، لأن هناك ترابطات ربما
يعني تضع علامات استفهام، لان ما يحصل الان في عدن هو خدمه في الدرجه الاولى، خدمه للحوثي وخدمه للمشروع الايراني، وهذا ما يضعف الشرعيه. فاعتقد واتمنى ان يدرك الاخوان مغامراتهم هذه، فان المغامرات هذه لا تاتي بوطن، المغامرات هذه لا تاتي ولا تفرض شروط سياسيه. لو كانت الشروط السياسيه تفرض بالقوه لكانت الشرعيه والمجتمع الدولي والاقليمي رضخوا لتهديدات الحوثي الذي اجتاح العاصمه السياسيه صنعاء بشكل كامل بل وجميع المناطق اليمنيه، ومع ذلك لم يخضع ولم يفرض رايه بقوه السلاح. وهؤلاء الذين يحاولوا فرض ارائهم او فرض وجودهم في المشهد السياسي بعد ان خرجوا منه واعطوا فرصه كامله لاثبات نفسهم ولإثبات وجودهم بالمذهب في المشهد السياسي، ولكنهم فاشلين لأنهم ليسوا رجال دولة. فحاول الآن أن يعيدوا ويشتغلوا بنظام العصابات ونظام الابتزاز المؤقت، كل فترة وأخرى يظهروا للشرعية بحجة جديدة لابتزازها لعودتهم للمشهد السياسي ليس إلا. ولكن هذا يؤثر حقيقة ويؤثر على الوضع الإنساني والوضع الأمني في عدن بشكل خاص. و يعني المنظمات الدولية لها العذر في أن تحافظ على موظفيها، ولكن نحن نتمنى أن يكون هناك مراجعة لهذا القرار، لأن المملكة العربية السعودية الآن تدخلت بشكل قوي بشكل حادم لإعادة الأمور إلى طبيعتها وإعادة سيطرة الشرعية على المناطق المحررة حتى تفتح المجال للجميع للعودة إلى المناطق. تفضل بالبقاء معي سيد بن هلابي، ارحب بمن ينضم الينا من لندن الباحث والمحلل السياسي سيد براء شيبان. اهلا بك سيد شيبان. اذا بدايه، ما هو تعليقك على قرار الامم المتحده بخفض عدد الموظفين في عدن؟ هي طبعا ما حصل الان في عدن هو يشابه الذي حدث في صنعاء عقب اجتياح الحوثيين للعاصمه صنعاء، وتقريبا يعني واضح موقف المجتمع الدولي انه لا يقر هذا عمليه الانقلاب. والتواجد البسيط الذي كان للامم المتحده الان يخفض بشكل واضح. القرار الامم المتحده ايضا اهميته ان المؤسسات الدوليه التي كانت ابدت رغبتها في القدوم الى عدن لن تستطيع التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي. المجلس الانتقالي الجنوبي لا حتى غير واضح معالمه الدستوريه والقانونيه، ما هو القانون الذي تمتثل له وحدات الحزام الامني، من الذي يضبط الإيقاع داخل عدن، وغيرها من الأمور والملفات المعلقة الآن في عدن، لأنه عدن حتى الآن كانت من الممكن أن نقول بداية أنها عاصمة مؤقتة، عاصمة فيها مشاكل متعددة ولكن على الأقل هي عاصمة مؤقتة. الآن حتى هذا لا نستطيع الآن أن نقول عنه، هي عاصمة تحكمها الآن ميليشيات المجلس الانتقالي. فأي مؤسسات أممية ودولية تتعامل معها على هذا الأساس. وربما إذا أيضا تفاقم الوضع أو زاد الوضع سوءا، ربما حتى الباقيين سيخفض تواجد البعثة الأممية أكثر، وربما لن يتواجد إلا الذي هم فقط الحالات الطارئة الإمرجنسي يعني. طيب في هذه الحالة يعني أليس الأمر سيؤثر على الناس هناك المستفيدون من المساعدات الإنسانية، المستفيدون من عمل المنظمات الأممية في عدن؟ طبعا أكيد هو له أثر، لكن من قام بالانقلاب هو يتحمل المسؤولية. يعني الأمم المتحدة لا يمكن أن تأتي هي لتحل مشاكلك بالنيابة عنك، هي ممكن أنها يعني حتى دورها تختلف أو تتفق مع الأمم المتحدة، لكن هي دورها هي تساعد السلطات الموجودة، هي ليست سلطة بديلة وليست يعني المسؤول عما قام هذا الانقلاب هو الذي يتحمل المسؤولية. وبالتالي إذا هو لن يستطيع أن يقدم خدمات مثل ما هو واضح، وبالتأكيد أنا
لا أعتقد أن المجلس الانتقالي يستطيع أن يقدم أي خدمات أو وجود أي سلطة للدولة. هو من يتحمل مسؤوليته وهو من هو وطبعا من يقف وراء تحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد شيبان. أعود إلى السيد عمر بن هلابي. سيد بن هلابي، يعني أنت تحدثت قبل قليل على أن يجب أن يكون هناك مراجعة من قبل الأمم المتحدة لهذا القرار، لكن السيد ستيفان دوجيريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي تحدث حول هذا مسألة تخفيض عدد الموظفين في عدن، هو تحدث بعد القمة السعودية اليمنية إن صح التعبير، وبعد الأخبار الأخيرة فيما يتعلق بالموقف السعودي تجاه ما حدث في عدن، لكنه قال إن تخفيض عدد الموظفين سيستمر إلى حين ضمان أداء مهامهم بشكل آمن. ألا تعتبر هذه رسالة من الأمم المتحدة بأن الأوضاع الأمنية في عدن غير مستقرة، أن هناك مخاوف من قبل الأمم المتحدة بأن الأمر قد يشهد تصعيدا بشكل أو بآخر في الأيام القادمة؟ بالتأكيد هناك مخاوف لدى المجتمع الدولي لدى الأمم المتحدة أو جميع المنظمات الدولية والإقليمية، بل وهناك مخاوف لجميع المراقبين بأن الوضع في عدن وضع مأساوي، وضع قابل للانفجار بانفجار مأساوي، لن تكون عودة في هذا الانفجار وأن تكون عودة حميدة إذا عادت للانفجار الأمور في عدن. ومن حق الأمم المتحدة طبعا كما قال ربما أن نتحدث، أنا لم أستمع حقيقة لتوقيت هذا البيان، ولكن ربما نتحدث بعد لقاء الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي بقادم الحرمين الشريفين وتحديد نقاط واضحة وصريحة، لأنه سيعمل وسيعمل بالذات قادم الحرمين الشريفين لإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الوضع إلى الوضع الآمن المقبول نسبيا في عدن. ومتحدث الأمم المتحدة ربما يريد من هذا الكلام أنهم يريدوا أن يختاروا أفعال على الأرض لا أهوال، ونحن أيضا نريد أن نرى أفعال ونريد تغير على أرض الواقع، نريد انسحاب كامل للميليشيات التي تدعمها الإمارات، ونريد التزام من الإمارات العربية المتحدة بأن لا تدعم هذه الميليشيات ماديا وعسكريا لزعزعة الأمن وتغويض الشرعية في عدن. نعم، طيب في سياق الحديث عن الخطوة التي قام الانتقالي بها بانقلاب على الشرعية في عدن مؤخرا، برأيك يعني من وجهة نظرك كيف ستلقي بتداعياتها على عدن وعلى بقية المناطق المحررة، من ناحية أن الشرعية تواجدها هناك بات مكبلا بشكل أكبر الآن كما يقول كثيرون؟ المجلس الانتقالي للأسف والأخوان في المجلس الانتقالي قاموا واتخذوا خطوة غير مدروسة وخطوة حقيقة ليس لها نتائج على الأرض وليس لها نتائج ولا أي مردود طيب أو مردود جيد لثوار القضية الجنوبية التي يدعون بها وتتلقون باسمها على ظهور هذه القضية للوصول إلى مآربهم، وليس هناك فيها خدمة لليمن أو للتحالف، بل هي مضرة أكثر ومضرة للتحالف ومضرة للمشروع المقاومة المشروع الحوثي، لأن هذه تصب في نهاية المطاف في خدمة المشروع الإيراني الحوثي. وأنا لا أعرف ولا أجد مسبب أو مبرر للأخوان في الانتقالي أن يقوموا بخطوة كهذه إلا إن كانت هناك اتفاقات بينه وبين الحوثي من تحت الطاولة لتغويض التحالف العربي، لأن ما قاموا به عمل غير مقبول، عمل لا مبرر له، هم لم يدخلوا معاشير على كل حال، هم لم يصلوا إلى أي مكان، هم بدأوا بالحديث عن الانسحابات وبدأوا بالحديث عن الحوار ورغبتهم في المشاركة في الحوار وفي السلطة أو في الحكومة قبل حتى أن ينجلي غبار المعركة، وهذا يدل على أن هناك لعبة غير محسوبة فقط لتحقيق مآرب شخصية، حتى وإن كانت هذه المآرب على حساب الوطن وعلى حساب تمويض المشروع العربي المقاوم للمشروع الإيراني الذي نحن الآن بدأنا نشك أن له أيدي خفية داخل عدن وخارجها. أشكرك سيد عمر بن هلابي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض وأنت المحلل السياسي. أعود إليك سيد البراء شيبان، أنت قبل قليل تحدثت حول أنه في نهاية المطاف الأمم المتحدة ستقوم بالتعامل مع من يملك السلطة على الأرض، وربما هناك من يستشهد
ما يحدث في صنعاء ووجود مكاتب للأمم المتحدة هناك، برأيك إلى أي مدى سيكون دعم الأمم المتحدة حاضر لما يمكن أن يسفر أو أن للسلطة التي يمكن أن تتواجد في عدن والمحافظات التي تقبع تحت سيطرة المجلس الانتقالي، خاصة مع وضع بالاعتبار أن المبعوث الأممي قبل أن تحدث التطورات في عدن التقى عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي؟ طبعا الاستشهاد بأن الأمم المتحدة تتعامل مع الحوثيين في صنعاء هي يعني هذا ليس المثال الجيد الذي أصلا يضرب فيه المثل. الأمم المتحدة تتعامل مع الوضع في صنعاء أنه مشكلة، أنه لدينا كارثة إنسانية، فالكارثة أنها ستكون هناك الآن لدينا كارثتين إنسانيتين داخل اليمن، واحدة بإدارة الحوثيين في صنعاء والأخرى بإدارة المجلس الانتقالي في عدن. فهو ليس نموذج جيد أساسا حتى يحتذى فيه. أما أنهم يضطروا، طبعا أنهم يضطروا أن يتعامل، الأمم المتحدة تتعامل حتى بعض الأحيان مع الطالبان، مع القاعدة، إذا أرادوا أن يوصلوا خدمات أو مساعدات إنسانية للمواطنين الذين يقعوا تحت سيطرتهم. ولكن المؤسسات الرسمية تعاملها دائما مع هذه المنظومة هو تعامل مختلف تماما. الخطوة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي يعتقد أنه سيكون هناك اعتراف دولي بهم كسلطة واقعة، مثل ما كان يعتقد الحوثيين أنه سيتم الاعتراف به كسلطة في صنعاء. تخيل الحوثيين رغم كل ما حصل لا يزال حتى الآن لم يلقى حتى اعتراف دولة واحدة، وهو محمل المسؤولية كاملة تجاه ما حدث من تدهور الأوضاع في داخل المحافظات الشمالية والمناطق التي يعني يسيطر عليها. المسؤولية أيضا الآن ستلقى على عاتق التحالف العربي، كون أنه كان هناك قرار مجلس أمن أصدر بناء على طلب الحكومة الشرعية وبناء على طلب التحالف العربي، وما حدث الآن أن التحالف العربي أو الدولة الشريكة في التحالف العربي قامت بالانقلاب على السلطة الرسمية، فبالتأكيد هي تتحمل المسؤولية. وأنا أعتقد أنه حان الحكومة الشرعية أنها تتخذ خطوات أكثر جرأة، إما أن يعني يقف التحالف العربي على مسؤوليته التاريخية أو يتحمل المسؤولية الكاملة عن ما حدث داخل عدن. سأعود إلى هذه النقطة. سأعود إلى هذه النقطة سيد شيبان، لكن دعني قبل ذلك نشرك معنا في الحوار السيد علي الفقيه الصحفي الذي انضمنا عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك سيد الفقيه. خفض التمثيل الأممي في عدن بعد ما قالت الشرعية أنه انقلاب للانتقالي، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الموقف رفض من قبل الأمم المتحدة للخطوة التي قام بها المجلس الانتقالي في عدن؟ مساء الخير، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. أعتقد أنه قبل أن تكون الدلالة السياسية لهذه الخطوة هناك دلالة من ناحية أمنية، لأنه في النهاية المنظمات الأممية والمنظمات الدولية عموما لديها معايير محددة للبيئة التي تعمل فيها من الناحية الأمنية، ومعاييرها عالية في هذا الجانب. وبعد ما شهدت عدن من موجة اقتتال و يعني اضطراب في مهام الأجهزة الأمنية أو خروج الأجهزة الأمنية عن مسارها الطبيعي وسيطرة مجاميع مسلحة لا أحد يعلم ماهيتها ولا هويتها على هذه الأجهزة، وتوليها يعني إدارة عملية الأمن داخل مدينة عدن بشكل كلي عكس ما كانت السابق. كانت أجهزة الدولة قائمة، وكانت إلى حد ما هناك حضور للدولة، الدولة التي تعني سلطة الجمهورية اليمنية على المدينة وإدارة المرافق الرسمية. اليوم صار الوضع يعني غير معلوم، غير واضح الهوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم. قد رأينا انتشار المسلحين في الشوارع، عملية افتطاط والنهب، المداهمات، الاقتحامات، الانتهاكات. شهدت مدينة عدن موجة واسعة خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي
ما قامت به منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من تخفيض التمثيل في عدن هو إجراء طبيعي بالنظر إلى هذه العوامل، بالإضافة إلى أيضا الناحية السياسية أنه الآن الوضع في عدن مختل، انتهت أبسط معالم حضور الدولة بما أنها بمعناها ممثلة لدولة الجمهورية اليمنية في عدن، وحضرت أشكال هجينة ومسميات أو أسماء ولافتات لا أحد يعلمها ولا أحد يعترف بها، وبالتالي أعتقد أنه إذا لم يتعدى الوضع في وقت قريب في عدن ويعود إلى وضعه الطبيعي تنسحب المجاميع المسلحة، أعتقد أنه ربما تغادر المنظمات الأممية تماما حتى تستقر الأوضاع على حالة معينة في المستقبل. تفضل بالبقاء معنا سيد الفقي. أعود إليك سيد البراشيبان، كنا نتحدث على أن لابد من التحالف أن يقف موقف تاريخي في هذه اللحظة. محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي زار الرياض، التقى مع الملك السعودي محمد بن سلمان في قصر ميناء بمكة المكرمة، وكانت الخلاصة على أنه يتفق أو يؤكد ولي عهد أبو ظبي أن الإمارات والسعودية تقفان معا في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة، وتتفقان على مطالبة الأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن. هل هذا الموقف من قبل الدولتين الكبريتان في التحالف كاف كدعم للشرعية برأيك؟ يعني كون أنه ولي عهد الإمارات ولي عهد أبو ظبي قدم إلى السعودية استجابة للحادثة، أوكي خطوة جيدة، لكن طبعا ليست بحجم الكارثة التي حدثت داخل اليمن. الإشكالية الكبيرة وهي عملية الانقلاب والذي تمت بدعم من الإمارات العربية المتحدة، ليست هناك إعلان واضح عن التراجع أو التأكيد على أنه يجب التراجع مثلا عن هذه الخطوة، وبالتالي كون أنه قدم طيب هذا شيء جيد، لكن ما هي النتيجة؟ كل المنظمات أدانت ما قامت به جماعة الحوثي، يعني كل الهيئات الدولية، كل الدوائر في المؤسسة الدولية من دول وسفارات أدانوا ما قامت به جماعة الحوثي، ولكن الخطوات هي التي هي الأهم. إذا لم ينسحب المجلس الانتقالي الجنوبي، يعني نحن في حقيقة في أيام صعبة للغاية، هذه الخطوات والتصريحات والبيانات ستذهب أدراج الرياح، ستكون فقط عبارة عن حبر على ورق، لن تؤدي إلى عودة مؤسسات الدولة. لا يمكن التعامل مع الذي حصل في اليمن أنه شيء عابر وسيمضي وسنحاول إعادة الأمور لمجراها الطبيعي فقط عبر الدعوة إلى دعوة لغة الحوار. اللي حصل الآن في عدن كارثة كبيرة، يجب أن يتحمل مسؤوليتها من دعم ومن وقف مع هذه الميليشيات. ولذلك أنا أنصح الحكومة اليمنية أنها تحاول أن تحمل الدول التحالف العربي مسؤوليتها عما حدث، وتعود إلى الداخل اليمني، إلى أي محافظة أخرى، قد تكون سيئون، قد تكون أي محافظة داخل اليمن، وليقود اليمنيين نضالهم من الداخل، ومن أراد بعد ذلك أن يدعمهم فليدعمهم من الداخل وليس يعني بالطريقة المشابهة، حتى إذا اعتبرت أن عدن هي منطقة تسيطر عليها الميليشيات، لكن على الأقل أن تعود رمزية الدولة إلى داخل اليمن، وليخوض اليمنيين نضالهم من الداخل حتى يستعيدوا دولتهم من هذه الميليشيات المتناحرة والمتقاتلة هنا وهناك. شكرا لك الباحث والمحلل السياسي سيد براشيبان، كنت معنا على الهاتف من عدن. بالعودة إليك سيد علي الفقيه، يعني أمام هذا الموقف من التحالف وأمام هذه الخطوات والدعم وأيضا المواقف الدولية، برأيك ما هي خيارات الشرعية للحفاظ على حضورها ومكانتها في المناطق المحررة، وأيضا على
ما يمكن أن يقال كرامتها أمام المجتمع الدولي والعالم. الحكومة الأمريكية اليوم سيد الفقيه، سيد الفقيه هل تسمعني؟ أقول لك أن الحكومة اليمنية اليوم هي أمام مهمة تاريخية للحفاظ على كيان الدولة اليمنية، لأننا أمام خطر يتهدد بتمزيق الدولة اليمنية وتحويلها إلى يعني كونتينات تسيطر عليها أطراف مسلحة، مجاميع مسلحة متحاربة بهويات ولافتات مختلفة، وهذه جريمة يعني جريمة ترتكب بحق الدولة اليمنية وبحق الإنسان اليمني. أقدم عليها أشقاؤنا في الخليج، هم الذين أنشأوا هذه الميليشيات، هم الذين سلحوها، وهم الذين دربوها منذ تحرير عدن في منتصف 2015. وبالتالي كل هذه التحركات التي شهدناها والإدانات المصرية التي تابعناها عبر الإعلام أو التصريحات الرخوة والمطاطة التي سمعناها عبر الإعلام من المسؤولين الخليجيين، أعتقد إنما هي فقط تغطية على الجريمة ومحاولة لشرعنة وضع مختل وشائه حصل في عدن خلال الأسبوع الماضي. وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف قوي من الحكومة وواضح ألا تنجر وراء هذه الإجراءات الشكلية التي تبدو فقط من أجل التغطية على الجريمة وليس من أجل تسوية وضع شائه ومختل، لأنه إذا لم تستلم الحكومة اليمنية زمام الأمور في عدن وتنهي وجود المجاميع المسلحة المنبلدة خارج مؤسسات الدولة وتتولى هي حفظ الأمن وتكون كل التشكيلات المسلحة يعني تابعة لمؤسسة الجيش والدولة بمواصفات الجيش وليس بمواصفات الميليشيا كما حدث خلال الفترة الماضية، فأعتقد أنه اليمن أمام مفترق طرق وقد تكون يعني محطة، قد لا يكون بعدها اليمن الذي نعرفه نحن، إنما سنجد أنفسنا أمام كيانات عدة وبأسماء يعني لا نعلمها. شكرا لك سيد علي الفقيه الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.